ما هو قال في التلفزيون؟ اشتريها صومالي يا زبال. هو قال في التلفزيون؟ اشتريها انت. لا هو قال، انا ما قلت، انا هو قال. يلا يا معفن. هو قال حيبيع نفسه بالاي باي. يبيع نفسه؟ آه. هو قال انا ببيع نفسي. بعدين صاحب ابو ظبي قال له لا اشتغل معرس احسن. شارع الهرم. طب انت قول لنا ليه بتحب السيسي؟ ما هي انجازات السيسي في جمهورية مصر العربية؟ غصب عنك يا كلب، ام الدنيا يا حيوان. ام الدنيا وابوها ضايع. ابوها مين ضايع؟ ها؟ ابوها مين ضايع؟ ام مصر. اي 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 والنبي 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 عميك والله العظيم. ولا تأمين ولا شيء. او ربنا. اخذك بالسرداب هسه تحت. اهو. بالسرداب اخذك ترى. اهو اهو. سوي سوي بعد مرة ثانية. سوي. عشان لايكات لايكات تجي لايكات. اهم شيء الفلوس اللي بتجي لك يا عم. ولا فلوس ولا شيء يا منياك. انت من انت من رحت على اليوتيوب الفلوس جفت. اه يا